الناس باقيين بزاف محتفظين على هاد التورات اللي كتهضر عليها، ولكن الاكثريه الباديه اللي في الباديه ما عندهم يعني هاد الشيء في العقليه ديالهم، يعني كيديروا هاد الشيء ديال الاكل التريد وهاد الشيء ديال الدجاج البلدي وداك الشيء، وكيفرحوا الناس وكنشطوا والعائلات كاع وكل شيء كيتجمعوا. يعني الحمد لله باقي هاد الشيء في المغرب موجود، ماشي زعما الحمد لله موجود هاد الشيء. في الداخل هنا في المدينه زعما؟ والمدينه كاينين بعض الناس هما اللي باقي عندهم هذا الشيء في العقليه ديالهم، الناس اللي هما شويه السن كبير ومخلقين من الباديه وماشي كابرين دوريجين في المدينه، فهمتي؟ باقي عندهم هذا العاده هذه، كيديروا لك التقاليد بزاف منهم الناس باقيين، ماشي قلال. والخير موجود في المغرب بحال هكذا وصافي الحمد لله موجود، وهذا هو الاعياد الدينيه ديالنا اللي هي كنفرحوا بها، احسن حاجه هي هذه. من الناس المسلمين الا مؤخرا ما بقاوش كيحافظوا على الطقوس، يعني فهمتي شحال الاجواء ما بقاوش كيف ما كانوا. الحاجه الوحيده اللي بقيتي كتحس بان العيد وداك الشيء كاين هما الدراري الصغار كيخرجوا لابسين وقادين كيضحكوا كيدوروا معاهم، اما بالنسبه للكبار ما بقاوش بزاف ديك الحلوه كطيبه كتمشي للفران الدرج تيكون عامر ديك الاجواء كلشي خارج مبروك العيد مبروك هادي ما بقاش بزاف صافي كلشي حتى حاجه مبقاتش بحلاوتها، كلشي مشى مع ناس زمان، كلشي مشى مع بكري. الطقوس اللي كيكونوا في هذا العيد هما العائلات كيتجمعوا كيديروا كيذكروا الله، كيباتوا يذكروا حتى الصباح كيذكروا الله، وكيصلوا على محمد الليل كامل حتى الصباح. الصباح كنمشيو نصليو الفجر وكنجيو عاود نرجعوا نفطروا، والعائلات هكا بحال كيما سميتو، ماشي بحال دابا. لا دابا ما بقاش هذا الشيء، ولا الانسان كل داخل سوق راسو، ما بقاش ديك العائلات وكل واحد كاين الناس كيتجمعوا وكياكلوا وكيشربوا دابا لا ما بقاش، ولا كل داخل سوق راسو كل في راسو. كاين فرق كبير اخويا، منين كنا حنا نعقل منين كنا في لاج ديال 16 عام 17 عام كنا كنعيشوا اجواء زوينه، مثلا كنا كنبقاو بحال ليله العيد حتى لشي الوحده ديال الليل عاد كنمشيو للحمام وكنجيو مع الثلاثه يعني كنبقاو عايشين ديك الاجواء يومين. دابا ما كاين والو، دابا الاجواء حتى الدراري الصغار اللي خاصهم يعيشوها ما عايشيناش نظرا لعده اكراهات. تعرف هاد الجائحة حتى هي خلات بنادم حتى وأثرت عليه ماديا نفسيا بزاف الأمور. حنا دابا كنشوفو هاد الدراري الصغار كيبقى فينا الحال، علاش ما دوزوش بزاف د الحوايج حنا ما دوزناهاش؟ كنظن بالنسبة لي أنا الأسباب دابا أغلبية مادية، بنادم مسكين كاين اللي ما عندوش كيبغي شي كيبغي يتهلا في وليداتو ولكن الله غالب. أما بالنسبة لصلة الرحم، صلة الرحم راه ما بقاش تقريبا هادي واحد السنين ملي ولا هاد الواتساب والانستغرام، الناس ولات كتهضر ابي الفيديو ولاو كيصيفطوا ميساجات كيتفادى انه يقول لك نتنقل. الطقوس تجد مسارها وحيوتها حينما يكون الانسان يتعلم اللغه العربيه ويحب الدين وشخصيه الرسول وتاريخه ويقرا التاريخ العربي والسيره النبويه، اما ان كان وجدانه يعبد المال درهم يعبد، من اين له ان يشعر بقيمه الدين وقيمه حلاوه اللغه العربيه وهذه الذكرى المجيده؟ نحن لا نقدس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. نحن نعبد الاثار الجليله للعروبه والاسلام بسبب شخصيه النبي، لا يهمنا لا بغرير لا مسمى لا والو، تصف ذاك الشيء علينا ان تعمل روح العربيه. لا يهمنا الطقوس الشكليه، ما ياكلوا احواش ام لا اركان، وهذا هي الحضاره، الحضاره وان تحب الغربيه وتكتب بها وتدافع عن قيمها. اما الفرق ما بين الاعياد ديال شحال هذه ما بين الاعياد ديال دابا، هو كان بكري كانوا الناس كيقوموا بزياره الاهل والاصدقاء والاحباب والزيارات المتبادله، وكنا ندخلوا ونلقاو والدينا كيحضروا في الحلويات وفي المسمان وفي البغرير وداك الشيء اللي كنديروا في الصباح. مي دابا كل شيء ولا كيتشرى من الزنقه، كل شيء بحكم الجائحه الناس ما بقاوش كيزوروا الناس والاهل وكل شيء متخوف، ونتمنوا من الله يرفع لنا الوباء ونكونوا بخير وعلى خير ورجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.